Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la langue française, troisième année primaire. Nous continuons avec la page 72. Nous prenons le paragraphe « Vivre ensemble ». Nous prenons aussi la première image à gauche. Et on pose la question « Que font ces enfants ?» Que font ces enfants ? Sur l'image, on a deux enfants. Que font-ils ? Que fait la petite fille de la première image ? Que fait la petite fille de la première image ? Que fait la petite fille de la première image ? Elle donne quelque chose, n'est-ce pas ? Elle donne quelques affaires à une camarade qui n'en a pas. Elle donne quelques affaires à une camarade qui n'en a pas. Sur la première image à gauche, on a une petite fille qui donne quelques affaires scolaires à une camarade qui n'en a pas. Si nous prenons la deuxième image à droite, qu'est-ce qu'on a ? إذن عندما نطرح السؤال كوفون سيز انفون إذن عندما نطرح السؤال كوفون سيز انفون إذن ماذا يفعل هؤلاء الأطفال إذن كما قلنا sur la première image à gauche على الصورة الأولى على اليسار on a la petite fille donne quelques affaires à une camarade qui n'en a pas. إذن البنت الصغيرة تعطي بعض الأدوات إذن المقصود هنا quelques affaires scolaires بعض الأدوات المدرسية à une camarade إلى رفيقة المقصود إلى صديقة كي نونا با المقصود بها التي ليس عندها منها من هاد الأدوات إذن هاد only عندنا هنا راه المقصود بها تتعوض d'affaires scolaires. إذن في الغالب هاد أن تتعوض واحد الصيغة لفظية إن صح التعبير اللي تتكون مبدوء أبدو بحالاش الأصل عندنا في هاد الجملة هنا إل دون كيلكو زافيغ أ إن كاماراد كي نو نابا المقصود بها إلا بغينا نعودو هاد الصيغة اللفظية إذن سنقول ماذا Elle donne quelques affaires à une camarade هي تعطي أدوات لصديقة أو لرفيقة qui n'a pas d'affaires scolaires التي ليس عندها من الأدوات المدرسية أو من الأدوات إذن هاد أن راه تتعوض d'affaires scolaires إذن طبعا الحال باش ما نعودوش كلمة affaires إذن طبعا الحال عوضنا بهاد أن إذن الأصل في العبارة هو إل دون كيلكو زافيغ أ إن كاماراد كي نا با دافيغ سكولير إذن هي تعطي أدوات لرفيقة التي ليس عندها أدوات مدرسية إذن مادام أننا ذكرنا أدوات في الأول طبعا الحال تفاديا للتكرار إذن نقول ماذا إل دون كيلكو زافيغ à une camarade que nous n'a pas. Si nous prenons la deuxième image à droite, et d'achadna sur la tania à l'aliamine, que fait le petit garçon? Ou bien, que fait le petit garçon dans la deuxième image? Medef al-tafel sarer, sur la tania. Idem, que fait le petit garçon dans la deuxième image? ماذا يفعل الطفل الصغير على الصورة الثانية؟ إذن le petit garçon donne quelques habits à un mendiant. إذن الطفل الصغير يعطي بعض الملابس لمتسول أو لشحاذ. إذن يسمى mendiant. طبعا الحال بالنسبة للمذكر نقول mendiant. بالنسبة للمؤنث نقول mendiant. يعني متسولة أو شحاذة. إذن كلمة مونديون أن تأتي من فعل موندي يعني تسولة إذن لطرحنا السؤال مثلا سيكي لو مونديون من يكون الشحاد إذن سنقول
c'est la personne que mendie. إذن هو الشخص الذي يتسول. C'est qui le mendiant? C'est qui le mendiant? من يكون le mendiant? يعني من يكون الشهاد? Le mendiant, c'est la personne que mendie. C'est la personne que mendie. هو الشخص الذي يشهد. نقول mendiant ou bien indigent. Indigent. L'indigent, c'est le très pauvre. Indigent veut dire très pauvre. إذن indigent المقصود بها هي معوز. كلمة indigent طبعا هل تجي كاسم très pauvre يعني أنه فقير جدا أو أننا نصف شخصا بأنه معوز. إذن كلمة indigent تجي كاسم وتجي كوصف. إذن نقول mendiant أو bien indigent أو bien indigent très pauvre. إذن كلمة indigent تعني فقير جدا أو معوز. إذا نتكلم هنا عن العوز يعني الفقر الشديد. إذا كما قلنا كوفي لو بيتي غارسون دون لا دوزيام إيماج. كوفي لو بيتي غارسون دون لا دوزيام إيماج. ماذا يفعل الطفل الصغير في الصورة الثانية؟ إذا كما قلنا في الجواب إيل دون كيلكو زابي أن مونديون. إذا كما قلنا بأن كلمة مونديون تأتي من فعل مانديي كي فادير دوموندي لومون أو بيان لو سكور. إذا فعل مانديي يعني تسول المقصود بها المقابل ديالها في اللغة الفرنسية دوموندي لومون يعني أنك تطلب الصدقة. دوموندي لومون يعني أنك تطلب الصدقة. أو بيان دوموندي لو سكور يعني أنك تطلب النجدة. إذا طبعا الحال الإنسان الذي يطلب الصدقة فهو بطبيعة الحال كأنه يطلب النجدة من بعض الفقر. Alors là, on pose la question suivante. Pourquoi ces enfants apportent-ils ces aides aux autres? Pourquoi ces enfants apportent-ils ces aides aux autres? لماذا هاد الأطفال يقدمون هاد المساعدات للآخرين؟ إذا بطبيعة الحال الجواب يكمن في العبارة التالية. Nous sommes solidaires les uns envers les autres et apportons notre soutien à ceux qui en ont besoin. إذن نحن متضامنون. Nous sommes solidaires les uns envers les autres. إذن نحن متضامنون les uns envers les autres. يعني كما نقول البعض اتجاه الآخرين يعني البعض اتجاه البعض. نحن متضامنون بعضنا اتجاه البعض. إذن les uns envers les autres et apportons notre soutien. ونقدم دعمنا à ceux qui en ont besoin. ونقدم دعمنا للذين à ceux qui en ont besoin. الذين يحتاجونه. إذن ونقدم دعمنا للذين يحتاجونه. Si nous prenons le cas de la rentrée scolaire. إذا أخذنا حالة الدخول المدرسي. Si nous prenons le cas de la rentrée scolaire. إذا أخذنا حالة الدخول المدرسي. Alors, que faire de vos fournitures usagées? Que faire de vos fournitures usagées? Que faire de vos fournitures usagées? ما الفعل بأدواتكم المستعملة؟ إذا عند الدخول المدرسي ماذا تفعلون بأدواتكم المستعملة؟ Alors, pendant la rentrée scolaire, que faire de vos fournitures usagées? إذا ماذا تفعلون بأدواتكم المستعملة؟ طبعا الحال فورنيتور المقصود بها فورنيتور سكولير يعني الأدوات المدرسية إيزاجي المستعملة. إذا طبعا الحال عادة تكون هناك عملية تسمى collect de fournitures scolaires pour les élèves issus des familles démunies. Pour les élèves issus des familles démunies. Et d'une collecte de fournitures. يعني جمع أدوات. Collecte de fournitures scolaires. جمع أدوات مدرسية. Pour les élèves issus. للتلاميذ المتحدرين. للتلاميذ المتحدرين. عندنا كلمة issus. هذه adjective. يعني وصف. تنوصف واحد الشيء بأنه متحدر
أو أنه مولود من واحد الجهة أو أنه آتي من جهة. إذن نقول إيسي بحال اللي عندنا هنا بوغ لي زالاف إيسي للتلاميذ المتحدرين أو المولودين دي فامي دي ميني من عائلات كما لو نقول متجردة، كما لو نقول بأن العائلات متجردة من ممتلكاتها، كما لو نقول بأن العائلات متجردة من ممتلكاتها. بطبيعة الحال هاد ديميني هذه كتجي من فعل ديمينيغ، ديمينيغ سيتادير بخيري دو سو كومبوسيدي، بخيري دو سو كومبوسيدي يعني أنك تمنع شخصا ما كان يمتلكه، إذا المقصود أنك تجرده من ممتلكاته. إذا نتكلم على فاب ديمينيغ. إذا عندما نقول لي فامي ديميني يعني أننا نتكلم عن عائلات متجردة من ممتلكاتها، المقصود أنها فقيرة. collect de fournitures scolaires pour les élèves issus des familles démunies. إذن جمع أدوات مدرسية لتلاميذ متحدرين من عائلات معدومة، من عائلات معدومة. إذن سنعطي أمثلة لبعض الأدوات. نتكلم مثلا عن un cartable, une trousse, un classeur, un cahier, des protège-cahiers, un dictionnaire, un agenda, un stylo à quatre couleurs, un stylo à quatre couleurs, un stylo à bille, un stylo à bille, un stylo plume, des marqueurs, une ardoise, des craies, une règle, une équerre, un rapporteur, un compas, une calculatrice, un rouleau de scotch, une agrafeuse, une paire de ciseaux, une paire de ciseaux. المقص هنا نتكلم عن زوج مقص، إذا نتكلم عن une paire de ciseaux. زوج مقص. des trombones, un crayon noir, des crayons de couleur, une gomme, un taille-crayon. طبعا الحال هذه طاي، كلمة طاي تجي من فعل طاي، يعني أنك تتقطع طاي. طبعا الحال أنك تتقطع باش تعطي واحد الشكل. طاي المقصود بها أنك تقطع شيئا من جوانب مثلا ليكون له شكل معين. إذا نتكلم عن طاي، إذا كما نقول أنك تسقل. إذا ان طاي كخيون، ان طاي كخيون. إن بوات دو بانتور، إن بوات دو بانتور. ان بانسو، ان بانسو. إذا هذه أسماء بعض الأدوات التي يتم جمعها عادة خاصة للجمعيات من أجل مساعدة بعض التلاميذ من أسر معوزة. إذا différents organismes recueillent des dons et offrent des fournitures scolaires à leur communauté. في المغرب مثلا نجد بعض الجمعيات، في بعض الدول الأخرى الكبرى نجد مثلا بعض المنظمات. إذا نتكلم عن différents organismes، عدة منظمات recueillent يعني أنها تجمع des dons. recueillent طبعا حتى نتكلم على الغرب recueillir يعني جمع des dons يعني تنتكلموا على الغير دوني، تنتكلموا على الغير دوني يعني أعطى. إذا هنا عندنا des dons يعني عطايا. إذا هاد مختلف منظمات غوكي يعني أنها تجمع des dons، تجمع عطايا أوفر وتمنحه. طبعا حتى نتكلموا على الغير أوفخير يعني أنك تمنح أوفر des fournitures scolaires وتمنح أدوات مدرسية à leur communauté يعني أنها تعطي هذه الأدوات المدرسية للجامعات ديالها، لمجموع الأشخاص التابعين لها، لمجموع الأشخاص اللي تتخدمهم. أوفر دي فورنيتور سكولير à leur communauté. Mais il existe، ولكن يوجد، mais il existe également، ولكن يوجد أيضا quelques programmes d'ampleur régionale، ولكن يوجد أيضا بعض
البرامج طبعا الحال ممكن أن تكون حكومية، طبعا الحال ممكن تكون حكومية، mais il existe également quelques programmes d'ampleur régionale. ولكن يوجد أيضا quelques programmes بعض البرامج d'ampleur يعني ذات اتساع. تنقول على شي حاجة بأن أمبل يعني أنها واسعة شاسعة. نقول عن شيء بأنه أمبل يعني أنه واسع متسع عريض. إذن هنا عندنا دامبلور يعني ذات اتساع ريجيونال جهوي. إذن طبعا الحال ممكن نجد منظمات أو جهات حكومية أن تسطر برامج من أجل مساعدة الأطفال المحتاجين طبعا الحال بأدوات مدرسية. وفي هذه الحالة هذه الجهات طبعا الحال ما تتساعدش فقط بالأدوات المدرسية، تتساعد بمثلا النظارات بالنسبة للأطفال اللي ما تيشوفوش مزيان، وتتساعد بطبيعة الحال بملابس بمختلف أنواعها. فلاخذنا مثلا لا فونداسيون مامون ديون، إلا خذنا مؤسسات الأم ديون طبعاً الحال على ما أعتقد أن بكندا، أوفر أو فامي أفابل غوفوني يعني أن تعطي وتمنح للعائلات أفابل غوفوني ذات دخل ضعيف. أفابل غوفوني طبعاً الحال غوفوني يعني دخل، أفابل غوفوني ذات دخل ضعيف. سيليكسيوني يعني مختارة، هذه المؤسسة تختار العائلات ذو الدخل الضعيف. إذن لا فونداسيون مامون ديون، لا فونداسيون مامون ديون أوفر أو فامي أفابل غوفوني سيليكسيوني نون سولمون يعني أن تمنح لدى العائلات نون سولمون ليس فقط دي ماتيريال سكولير يعني أدوات مدرسية، دي ماتيريال سكولير يعني أدوات مدرسية، مي أوسي ولكن أيضا دي لينيت، مي أوسي دي لينيت ولكن تعطي أيضا نظارات، دي فيتمون يعني ملابس بوغ لا غونتخي سكولير، بوغ لا غونتخي سكولير من أجل الدخول المدرسي، بوغ لا غونتخي سكولير من أجل الدخول المدرسي. إذن حتى يدخل هاد الأطفال بملابس لائقة ومناسبة في الدخول المدرسي بطبيعة الحال، وبأدوات كباقي زملائهم. إذن طبعا الحال هاد المنظمات وهاد الجهات وهاد المؤسسات أن تقوم بهاد المجهود من أجل هاد الغرض. وفي الأخير il faut toujours être solidaire avec les pauvres qui ont besoin d'aide. Il faut toujours يجب دائما être solidaire. Être solidaire يعني أن نكون solidaire يعني متضامنون avec les pauvres مع الفقراء، avec les pauvres مع الفقراء qui ont besoin d'aide الذين عندهم حاجة للمساعدة. Il faut toujours être solidaire avec les pauvres qui ont besoin d'aide. إذن يجب دائما أن نكون متضامنين مع الفقراء الذين عندهم حاجة للمساعدة. فالفقرة القادمة إن شاء الله سأحكي قصة شخص يحكي قصته مع جانب من هذه المبادرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.